هلو يا صباح. اهلا، عامله ايه؟ كويسه جدا. اوكي، سو ليت مي ستارت باي سينج انه اتس ماي اونر ان انا اكون موجوده معاكي النهارده ونكون بنعمل الانترفيو ده حقيقي. ثانك يو سو ماتش. اتس ان اونر تو بي هير. اساسا يعني ده كل سنه احنا بنستنى الفستيفال وام سو هابي ان انا ام دوينج ذس انترفيو وذ يو. ميرسي. طيب قولي لي، احنا في دوره المهرجان ال 44، واتس يور امبريشن كده؟ الكراود والريد كاربت، متحمسه، تعبانه، عادي ممكن نقول؟ قولي لي هاو دو يو فيل. بصي، هو دايما ريد كاربت بتبقى هكتك عشان تجهيز كتير قوي وكده، بس اتس اولويز ا بليجر لان مهرجان القاهره يعني اعرق مهرجان عربي ومهرجان مهم جدا وبقاله كتير قوي والهيستوري بيهايند ات از اميزنج. فاحنا دايما بنتشرف ان احنا نيجي ونتعب التعب ده عشان نبقى موجودين. يس. طيب احنا نلعب لعبه سريعه قوي اسمها علاقاتي. انت برقتي، حسيتي الاسم. طيب هسألك على علاقتك بنفسك، علاقتك بصحابك وعائلتك، علاقتك بشغلك، وعلاقتك بالسينما. علاقتي بنفسي كويسه قوي. هبدأ. ما تخافيش، هديكي دايركشن. طيب علاقتك بنفسك، قولي لي الى اي مدى بتعتبري نفسك عندك وعي نفسي؟ عندي وعي نفسي. اوكي. اتس ديفلوبينج ستيل طبعا. ودايما يعني ما فيش اند تو ذس، دايما الواحد بيفضل شغال على الوعي النفسي بتاعه طول الوقت. sometimes الواحد بيتراجع و sometimes بيبقى ماشي كويس، بس I claim ان انا علاقتي بنفسي كويسة من الناحية دي. المجمل الاوفر الجنرالي كده تمام. yes. طيب قولي لي ايه حاجة او value او نصيحة او اي حاجة معندم اتعلمتيها من صحابك وحاجة تانية من اهلك؟ والله صحابي متنوعين جدا، يعني كل حد فيهم بيعلمني حاجه. يعني حد اللي بيعلمني ازاي اطنش وابقى انا ام سو يعني بارتيكولر اباوت ديتيلز وبحب ان ابقى افكه شويه، فعندي صحاب اللي بيعلموني ده. عندي صحاب اللي انا بقدر اسمعهم ساعات واتكلم معاهم. ديفينتلي من عيلتي اتعلمت ان انا ابقى ريسبونسبل ديسيبلين، ان انا ابقى جود رول موديل. يعني هي دي الحاجات، حاجات ميكس من هنا ومن هنا. طيب علاقتك بشغلك، قولي لي ايه الفاليوز اللي بتدوري ان انت تحطيها في الاعمال اللي انت بتعمليها؟ فاليوز حابه دايما تشاركيها مع جمهورك؟ اتقان. الاتقان. اوكي، انت عارفه محدده. يور فيري بريسايز. ايوه، الواحد لازم يبقى بيشتغل شغله باتقان، لان في ناس كتيره موهوبه وموهبتها بتضيع في تفاصيل كتيره قوي، يعني واهمال احيانا وتطنيش احيانا، وان هو مثلا ممكن يصدق ان هو كبير قوي فمثلا ما يبذلش enough effort. ان ساعات ما بنطورش من نفسنا. فالاتقان، ان الواحد لما بيعمل حاجه يبقى مطمن انه اتليست فشل او نجح ان هو عامل كل يقدر عليه عمله. صح، عشان تحسي انت خلصتي ضميرك من الناحيه دي 100%. طيب علاقتك بالسينما، قولي لي الافلام دايما ناس كتير قوي بتشوفها من كالتشرز مختلفه، فازاي انت لما بتخشي في عمل بتدوري انك تقربي لثقافات من بعض؟ السينما مش مهمتها انها تقرب لثقافات من بعض. السينما لغه انترناشونال، فكده كده لو انت بتتكلم باي لغه في العالم الفيلم لو ريليتابل وقادر يوصل لقلب الاودينس اللي بيتفرجوا عليه، خلاص انت كده وصلت وبتتكلم نفس لغتهم. ديفينتلي الحاجه الحلوه في الفستيفلز ان هي بتدينا الفرصه ان احنا نشوف افلام مختلفه. بالظبط، وما عندناش الفرصه ان احنا نشوفها في الكوميرشال ريليسز بتحصل في السينمات عادي يعني. فعشان كده دايما بنشجع الناس ان هم لازم يجوا يقطعوا تذكره ويبذلوا جهد ان هم يجوا يتفرجوا على افلام مختلفه في الفستيفلز. ومهرجان القاهره يوجوالي بيبقى عندهم لاين اب حلو قوي. اوكي، فانت متحمسه لللاين اب ده وعامله حسابك؟ اكيد. ثانك يو سو ماتش، ات واز ماي اونر. كان نفسي اكمل معاكي للابد بس وير شورت ان تايم. ميرسي. ثانك يو سو ماتش. ثانك يو.